اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور. في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستمر في حديثنا عن أهمية القلب السليم، وكما أشرنا مسبقا إلى أن في الواقع على كل حكيم وعاقل أن يبحث في هذه الدنيا عن القلب السليم. والقلب السليم كما أشرنا وأشير في هذه العجالة عنوان عريض جدا يتفرع منه ترك المعاصي والعمل بالواجبات. هذا هو القلب السليم. القلب السليم أي القلب الطاهر الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أشرنا كذلك إلى قسوة القلب وخطورة قسوة القلب. إذا ليس هنالك ترجمة أنا أسوي بالفرنسي المحاضرة. أشرنا إلى قضية قسوة القلب وخطورة قسوة القلب إخواني. في بعض الأحيان الحديث سنشير إليه، البعض يأتي إلي ويسألني يقول يا فلان نحن في هذه الأيام، أنا في هذه الأيام أعيش برودا من ناحية الخشوع. في تلك الفترة الزمنية كنت مثلا عندما أسمع ذكر الحسين أو مصاب كربلاء أو المصائب أبكي. عندما كنت أوفق لصلاة الليل في الشفع والوتر كنت أخشع وأبكي وأعيش حالة من الروحانية. ولكن الآن منذ كذا مدة تغير الوضع وتغيرت حالتي. هذا السؤال يسأله الكثير، وكما سأل اليوم ونسأل اليوم هذا السؤال سئل الأئمة عليهم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الأصحاب سألوا الأئمة عليهم السلام هذا السؤال نفسه، كذلك أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ترى في الروايات الشرح لحقيقة هذا القلب، إن للقلوب إقبال وإدبار. فيشير الأئمة عليهم السلام بأنه الإنسان عندما يقبل قلبه على الخيرات على المستحبات يجب أن يستثمر تلك الفرصة، وعندما يدبر يجب أن يتذكر وأن يذهب إلى أهل الذكر.
لذلك العلماء يوصون يقولون إما أن تزور الأئمة عليهم السلام وإما أن تذهب إلى أهل الذكر. بس إنجا إشاري أرز كنم قلبها بعضی اوقات سرد می شود، بعضی اوقات این قلبها حضور دارد. قلب وقتی سرد شد باید به دنبال حل باشیم. اگر گرم بود و جو عرفانی و روحانی داشت باید از اون فرصت استفاده کامل کرد تا اینکه انسان در اون مرحله بتواند مراحل زیادی رو طی بکند به وصول الالله سبحانه و تعالی. هنا كلام المجلسي والفيض الكاشاني نقطة مهمة، أقرأ مقطع وأشرح إن شاء الله. قال المرحوم المجلسي في معنى نكت كفرا في تعبير يشرح رواية، لا أريد أن أقرأ الرواية، يقول لأنه استحق أن يحجب الله عنه لطفه يصبح الشيطان مسلطا على قلبه. إذن في بعض الأحيان الإنسان يستحق أن يكون ذلك البرود في قلبه، فالله سبحانه وتعالى يهمله ويترك الشيطان عليه فيهيمن الشيطان على قلبه. إذن في بعض الأحيان قساوة القلب لا يجب أن نقول والله قسى قلبي مو بيدي أنا، مو صوتي أنا، لا بالعكس، قساوة القلب في أكثر الأحيان علتها وسببها نحن، بل نستطيع أن نقول في كل الأحيان، ولكن الفرق ما هو؟ أحدهم يأتي إلى الإمام المعصوم يقول يا ابن رسول الله عندما أدخل إليكم نجلس معكم نعيش حالة من الروحانية والعرفانية. أقرأ مقطع من الرواية، حمران بن أعين وسأله عن أشياء سأل الإمام عليه السلام الإمام أبي جعفر، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر أخبرك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أن نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس. رائع العبارة، سيدي ومولاي يا ابن رسول الله لما نجي يمك عندما نأتي إليك قلوبنا تقوى، الإيمان يقوى، حتى الدنيا تصغر بعيننا إلى درجة أنه يهون علينا ما بأيدي الناس. هذا تعبير رائع، يعني الملك، الثروات، الأموال التي في أيدي الناس بعد ما تهمنا أصلا، ما يجذبنا هذا الموضوع أبدا، حتى ترق قلوبنا إلى أن يقول نعم ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار احببنا الدنيا. پس اینجا می فرماید ای پسر رسول اکرم، ما وقتی می آییم نزد شما دنیا برامون بی ارزش میشه، عشق دنیا از دلمون بیرون میره، ولی وقتی میایم بیرون دوباره دنیا، یاد دنیا میافتیم و عاشق این دنیا میشیم. قال ابو جعفر علیه السلام انما هي القلوب مره تصعب ومره تسهل. هذا هو القضيه، القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. ولكن ثم قال أبو جعفر أما إن أصحاب محمد صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد قالوا إنا نخاف علينا النفاق. إجوا أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه نفس الحديث همان بيان، جاءوا إلى الرسول قالوا نخاف على أنفسنا النفاق، لأنه إحنا من نجي يمك نكره الدنيا، عندما نسمع أحاديث أهل البيت تصغر الدنيا بأعيننا في تلك اللحظة. ولذلك بين قوسين أقول في بعض الأحيان في بعض المؤسسات عندما يريدون أن يجمعوا تبرعات قبل التبرعات يجيبوا واحد أخصائي، هذا الأخصائي يأتي بكل روايات حيث ماذا تلين قلوب هؤلاء، وإلا إذا بدون هاي الروايات تطلب ممكن تطلع لك $20 مثلا في المنطقة الكذائية أو 50 أو 100، ولكن بعد هذه الدروس والروايات وتلين القلوب وإلى آخره، حتى البعض يقول قبل العشاء، لأنه بعد العشاء خلص الثقل يضرب على البطن وهذا الرجل بعد ما في مجال إلى العطاء، بعد يقول لك خلص أنا شبعان خلي يجوع اللي يجوع بعد ما أريد شيء. ولكن يقول عند الصوم وعند استماعك للروايات والآيات والأحاديث والبكاء على الحسين سلام الله عليه، هذه الحالات حالات التأثر. لماذا؟ لأن حيوانية الإنسان تكون قد ضعفت، الحالة الحيوانية المادية
تكون قد تقلصت. عرض میکنم که وقتی انسان میخواد یه پولی هم یه جا جمع کنه برای یه کار اسلامی، باید در لحظه ای باشه که طرف خیلی سیر نباشه، طرف خیلی نمیدونم تازه اومده به مؤسسه و اینها نباشه، نه، باید حرفهای گوش داده باشه، روایاتی گوش داده باشه، اشکی ریخته باشه، تا اون که در اون حالت بتونه یک دست به جیب ببره و یک عطایی برای خدا عزوجل بکنه. فقال أصحاب الرسول يا رسول الله نخاف علينا النفاق، قال ولم تخافون ذلك؟ قالوا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجل ونسينا الدنيا، نعم وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة. أبدا، عندما أنت تتحدث يا رسول الله وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذه الحالة نصل إليها، هذا وصف أمير المؤمنين للمتقين. ولكن المؤمن الغير واصل لمقام التقوى المتقين الذي وصفها أمير المؤمنين، حتى هذا المؤمن في بعض الأحيان يصل إلى تلك المقامات، حيث أنه يحس واقعا الجنة الآن في تلك اللحظة. إذا تطلب منا عمل خير مستحيل يقول لا في تلك اللحظة، ولكن بعد حين عند خروجه من المكان، عند رجوعه إلى الدنيا وزينتها وزخرفها وزبرجها، يرجع إلى حالته الطبيعية. فيقول ودخلنا هذه، ولكن نعم عندك، فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. صفر، يرجع إلى الصفر. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ احنا الآن عندك يا رسول الله هجرنا الدنيا وما فيها، نخرج إلى الدار، نرجع إلى حياتنا الطبيعية، نشم الأولاد. شوف إشارة جميلة، عشق الأولاد، عشق البنات، عشق البنين، عشق المال، عشق الزوجة، كذا كذا، كل هذه المسائل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إن هذه خطوات الشيطان فيراغبكم في الدنيا. إن هذه خطوات الشيطان، إذن هذه مو خطوات رحمانية. عمليا نحن نخسر عندما نخرج إلى المادة والدنيا ونرجع ونتراجع، نحن نخسر. بس عرض کردن ای رسول اکرم، ما از نفاق میترسیم، پیش تو میاییم آدم میشیم، خوب میشیم، از شما دور میشیم خراب میشیم، فاسد میشیم، نکنه ما از منافق باشیم. فرمود نه، نفاق نیست اینها. مشکل شما برمیگردید خانواده رو میبینید، بچه ها رو میبینید، متأثر میشید، دوباره دلتون سرد میشه از قضایای آخرت. ولی این پا قدم های شیطانه، خطوات الشیطان فیرغبکم فی الدنیا والله لو تدومون، التفت، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفر الله فيغفر لهم. بس إنجا مسألة خيلي مهمة، میفرماید نه این نفاق نیست، ولی شما اگر همونطور بمونید با ملائکه دست میدید، بر روی آب راه میروید، ولی خب قضیه ضعف انسانه. انا اريد اشرح هذه العباره، اسمحوا لي. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. لانني رايت المحقق المازندراني شرح هذه العباره شرحا مفصلا، فيجدر بنا أن نقف على هذه العبارة من هذا الحديث الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الذين سألوا ماذا، هل نحن منافقون واقعا أم لا، حيث أننا عندما نجلس عندك نهجر الدنيا وما فيها، وعند خروجنا إلى السوق والتجارة والحياة نعشق الدنيا وما فيها بكل وضوح، وكأن لم نكن على شيء. هكذا يقول، كأننا لم نكن على شيء، يعني صفر، يرجع إلى الصفر. طيب الرسول ماذا أجاب صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول والله، والله جوجور بار ديو، لو تدومون على الحالة التي وصفتم، si vous restez sur cette situation avec ce niveau de spiritualité، هذا المقام من الروحانية،
لصافحتكم الملائكة. أنا أعتذر، ترجمت بالفرنسي بدل الفارسي. ملائكه اگر این مقام رو حفظ کنید ملائکه با شما دست میدهند. لصافحتكم الملائكه، هذا مقام بسيط اخواني، هذا مقام مو بسيط. نحن عندنا عندما يقسم العرفاء والعلماء يقسمون، يقولون عندك قوه الاحساس والذهن والفكر، يعني الخيال عفوا، الاحساس والخيال والوهم، ومن ثم يقولون عالم أعلى من كل هذا وهو عالم العرفان وعالم الروحانية الذي يرتبط الإنسان به مع الله ومع الملائكة ومع دون ومع ما كل ينفصل عن الدنيا، كل ما ينفصل عن هذه الدنيا. هذا المقام هو مقام مصافحتك للملائكة. كيف تستطيع أن تدعي أنت تصافح الملائكة أو أنت تمشي على الماء وأنت في حين مرتبط بالله وفي حين منقطع تاما، انقطاعا تاما عن الله سبحانه وتعالى؟ فيقول: لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولا أنكم تذنبون. ولكن شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسلي خاطرنا، يقول ولولا، ولكن التفت، ولكن لولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا. يعني يقول ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يحب استغفار العباد، فإذا أنت ما أذنبت والناس البشر ما أذنبوا، الله راح يخلق خلق يذنبوا ولكن ثم يستغفروا للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فنوع من السلوى. أنا عندي فهمي المتواضع قطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أن يقول بل أذنبوا ثم استغفروا، أكيد مو هذا الكلام، قطعا مو هذا الكلام. الرسول لا يريد أن يوصيك أو يشجعك على المعصية ومن ثم تستغفر، كلا وألف كلا. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول لك إذا عصيت الله فالطريق للرجوع طريق مقدس، طريق مبارك. لماذا؟ لأنه لولاك، لولا استغفارك أنت لخلق الله ماذا؟ خلقا يعصون الله ثم يستغفرون. میفرماید اگر شما توبه نکنید بعد از گناه، خدا یک خلقی، یک ملتی رو خلق میکنه که اینها گناه بکنن بعد توبه کنن. خب این معناش این نیستش که حتما باید شما معصیت کنی و توبه کنی. خیر، مقصود این است اگر معصیتی صادر شد بدان راه رجوع الى الله سبحانه و تعالی راه مقدسی است، راه مبارکی. صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد. فيقول اذن ولولا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفر الله فيغفر لهم ان المؤمنين نعم. ثم قرأت قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في بقية حديثنا إن شاء الله في الجمعة القادمة إذا كنا على قيد الحياة نستمر في حديثنا، ولكن هنا أريد، وباعتبار أننا مضينا قبل أيام عشنا ميلاد الأقمار الثلاثة، الإمام الحسين عليه السلام بأبي هو وأمي، والسجاد زين العابدين عليه السلام، وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس، ومن هنا يجدر بنا أن نقف في هذه الدقائق كذلك على هذه الشخصيات العظيمة المباركة التي هي قدوة لنا لنعرف كيف نغير هذا القلب القاسي ونجعله قلبا ماذا؟ نقيا صافيا غير قاس. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. موقف مع الحسين سلام الله عليه، موقف مع العباس سلام الله عليه، موقف مع زين العابدين السجاد. نبدأ من الحسين سلام الله عليه. أنا باعتقادي نحن في هذه الأيام إخواني أخواتي نحتاج إلى تطبيق ما نقرأه. انتهت أيام القراءة للقراءة والنقل للروايات فقط للنقل. أنا أحب الحسين، أنت تحب الحسين، كلنا نحب، ولكن المصيبة عندما أسمع أحدهم يقول
البكاء يكفينا، سكبنا دمعتين للحسين، هذا هو، هذا كل ما نريد. وينسى رسالة الحسين سلام الله عليه، وينسى مضمون شهادة الحسين عليه السلام. ومن هنا أقول نحن حتى في مواليد الأئمة عليهم السلام يجب أن نقف على نقاط مهمة أساسية. لماذا؟ نحن نقول في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض. والآية طويلة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، إلى أن يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. من يسبح؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه الشخصيات، هذه الأنوار، كما تعلمون النور في هذه الآية قبل الدخول في شخصية الأقمار الثلاثة، النور في هذه الآية فسره المفسرون بتفسيرات كثيرة. منهم من قال النور هو الهدى. لماذا؟ لأن النور يهدي. الله نور السماوات والأرض، يعني الله هو هدى للسماوات والأرض، في السماوات والأرض، للذي يقطن السماوات والأرض، ما شئت فعبر. هذا موضوع، هذا قول. وقول آخر يقول الله نور، أي الله منور، يعني ينير، واضح. بس الله نور السماوات والأرض دو معنى قفتيم تابهال، نور دهنده يا هادي، وقيل مزين السماوات والأرض. ولكن الحديث الجميل الذي يأتي به المفسرون يقولون النور في القرآن الكريم، لم يتطرق القرآن الكريم إلى النور فقط في وجوده الأقدس، في وجود الله سبحانه وتعالى. النور كان تارة القرآن، صح لو لا؟ الآيات تذكروها ممكن. تارة الإيمان، وتارة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجفا. وتارة أهل البيت عليهم السلام، ومنها هذه الآية، ومنها الروايات، ومنها مقطع من دعاء ومن زيارة الجامعة المعروفة لأمة الهدى عليهم السلام. إذن هؤلاء الأنوار ليس فقط بمقدار والله هم أنوار ونحن نعتقد بأنهم أنوار اقتبسوا نورهم من الله سبحانه وتعالى، هذا المقدار لا يكفي، أو حتى أن نعتقد بقضايا أعلى من هذه المقامات. ولكن نحن نريد أن نعلم هذه الأنوار ماذا كانت تفعل في بيتها، كيف كانت تتعامل مع إخوانها، كيف كانت تتعامل في مجتمعاتها. أعطيك مثالا واحدا. الحسين عمره كذا وستين سنة قبل كربلاء، ما يحتاج إلى زهير بن القين. أنا بس حبيت أعطيك نموذج فكر عليه. هل الحسين يحتاج إلى زهير في كربلاء؟ من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحر فإني راحل مصبحا إن شاء الله. موطنا على لقاء الله، يعني يقينا إلى الشهادة. إمام حسين صد درصد ميدانس در بشهادة ميرمت، ولي بدنبال زهير بن القين فرستاد. ما هي حكمة إرسال الحسين بسفير إلى زهير بن القين؟ يجب أن نفكر في ذلك أخواني. وأقولها للذين يقولون أنا اهتديت، ما لي علاقة بالآخرين، وأقبل جبين وأقبل بين عيني من يأتي بإخوانه ويكون كريما في هداية الآخرين. الإمام الحسين لم يأتي بزهير بن القين إلا ليأتي به إلى الجنة، ما سوى لأي نية أخرى، ما كان نية حرب. الحسين يعلم بالقطع واليقين أنهم كلهم إلى الشهادة، ولكن يأتي بزهير بن القين لماذا؟ لأنه يريده أن يدخل الجنة، وذلك لا يريد. سبحان الله، زوجته نصحته فانقلب ذلك الانقلاب وأتى، والقضية تعرفونها. كذلك العباس عليه السلام كم دعا في يوم كربلاء، وهؤلاء أبطال كربلاء. نحن في العجيب أننا نعيش ميلاد أقمار ثلاث وهم أبطال كربلاء. هنا مسألة أخرى، زين العابدين، مصيبتنا أننا عندما نقول زين العابدين أبطال كربلاء يقولون هذا كان مريض، وين أبطال كربلاء؟ ولكن هذا خطأ كبير. أولا كان مريض فقط في فترة القتال تلك الأيام، لم يكن مريضا كل أيام السفر مع الحسين سلام الله عليه، هاي أي مسألة الأولى. ومسألة ثانية، كان له دورا كبيرا في كربلاء. على كل، في هذه العجالة الحديث مطول، أريد أن أشير إلى
رواية، ومن ثم ننتقل إلى الخطبة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما نقول المشكاة، اسمع ماذا يقول الإمام الصادق في تفسير الآية، آية النور، يقول: إن المشكاة قلب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمصباح النور الذي فيه العلم، والزجاجة قلب علي عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارجع واقول: حب علي عبادة، ولكن مع فهم رسالة علي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحيدرية، والعصمة الفاطمية، والحلم الحسنية، والشجاعة الحسينية، والعبادة السجادية، والعلوم الباقرية، والآثار الجعفرية، والمآثر الكاظمية، والحجج الرضوية، والتقاوة التقوية، والنقاوة النقوية، والهيبة العسكرية، والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، ومن المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الكريم: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أجل، هذه التعابير لا يكون المصداق الحقيقي لها إلا الأئمة عليهم السلام والأنبياء والصالحون، لأننا نحن كما تعلمون مهما فعلنا، وكما يقول ذلك العارف بلا ذكر اسمه: والله ما صليت ركعتين خالصة لوجه الله في حياتي. ولكن أئمة الهدى عندما كانوا يقفون أمام الله كانوا يذوقون حلاوة حب الله. أوصيكم إخواني وأوصي نفسي أن نوفق لمناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين، وتلك المقاطع العرفانية العظيمة. رأيت هذه المقاطع تشرح من أكبر علمائنا ومفسري الأدعية عندنا. إلهي، هبني كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك،
لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. عبارات عظيمة لمولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو معلم هؤلاء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقول من هم هؤلاء الرجال؟ هذه البيوت أي بيوت هي تلك؟ سؤال مهم إخواني، يجب أن ننقله إلى الإخوان من أيتام رسول الله، من أيتام آل محمد، هؤلاء الذين حرموا فهم تلك البيوت وحقيقة تلك البيوت. ليست بيوت من طين كما يذكر أحد السنة، علماء كبار علماء السنة عندما يحضروا في محضر الإمام المعصوم يقول: صدقت يا ابن رسول الله، ليست من طين وليست من حجارة، إنما تلك البيوت هي بيوت آل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. ما صلى على محمد وآل محمد. ولذلك يقول في روايات مختلفة أقرأ على مسامعكم بعضها. في إحدى الروايات نقرأ: جاء آخر عن الإمام الباقر في توحيد الصدوق. نعم، نقرأ في حديث عن أبي جعفر الثمالي، قال أبو جعفر الباقر لقتادة: من أنت؟ قال: أنا قتادة ابن دعامة البصري. فقال له أبو جعفر: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. فقال له الإمام الباقر: ويحك يا قتادة، إن الله خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه. ثم قال: أظلة عن يمين عرشه؟ قال: فسكت قتادة طويلا، ثم قال: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدامهم، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطربت قدامك يا ابن رسول الله. فقال له الإمام: أتدري أين أنت؟ التفت. این شخص مضطرب شد نزد امام وقتی امام با اون حجج، با اون کلام بلیغ جوابش رو گفت: میدانی نزد که نشستی تو؟ اتدری این انت؟ عجیب الروایات. فی بعض الاحیان ائمتنا یبینون مقاماتهم، و فی بعض الاحیان یتحدثون بحدیث من یسمعه یقول: هؤلاء خلفاء العباسیه، هؤلاء کباقی الخلفاء، لا فرق بینه و بینهم، بینهم و بین هؤلاء. ولكن اسمع: أتدري أين أنت؟ بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فأنت ثم ونحن أولئك. صلوا على محمد وآل محمد. هم صل على محمد وآل محمد. فأنت يا قتادة ثم في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه ليست بيوت من طين ومن آجر ومن حجر. فأنت ثم ونحن أولئك، هكذا هم مقام أهل البيت عليهم، هذا مقام أهل البيت. ولذلك أنا أوصي إخواني أن يلتفتوا. نحن نعتقد بالعقلانية في هذا الزمان وفي كل زمان، لا نعتقد بالعاطفية وبالإدعاءات الكاذبة وبالمبالغات في المقامات وفي قضايا وفي بعض الروايات التي تكفر إخواننا، لا نعتقد بهذا الحديث، ولكن نعتقد بمقام خاص لأهل البيت لا يدانيهم أحد. هذه المسألة يجب أن تتضح لنا. نحن نعتقد بأننا يجب أن نحفظ أخوتنا مع الغير، ولكن أين هؤلاء من هؤلاء؟ ولذلك في رواية أخرى يأتي في محضر رسول الله محمد صلى عليه وآله: اللهم صل على وآل محمد. يقول رسول الله بعد قراءة الآية في حيث سأله أحدهم: ما هي تلك البيوت التي يسمح الله أو يأذن الله أن ترفع؟ فيقول: بيوت الأنبياء. ثم يقف أبو بكر الخليفة الأول، أبو بكر يقف ويسأل: يا رسول الله، أمنها هذا البيت؟ مشير، وهو يشير إلى بيت من؟
إلى بيت علي وفاطمة، أمنها هذا البيت؟ يقول بلى ومن أفاضلها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا وأريد أن أختم أقول نبارك لمهدينا عجل الله تعالى فرجه الشريف ميلاد الأقمار الثلاثة الذين كانوا نورا في كربلاء، لمن استضاء بذلك النور. Je traduis en français. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Rapidement, je traduis en français. Apparemment, la traduction, ça n'a pas marché, la machine. Donc, le hadith que je viens de réciter, il dit notre noble prophète, après avoir récité le verset qui dit في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, il dit, la personne pose la question, c'est les maisons de qui? Ces maisons, c'est les maisons de qui? Que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté qu'on soit ici présent dans ces maisons et de faire la prière et l'invocation, etc. et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah dedans. C'est quelle maison? Il dit Buyutul Anbiya, les maisons des prophètes. Après, Abu Bakr, il se lève, il dit Ya Rasulallah, est-ce que cette maison, il est parti, ces maisons-là, que Allah a mentionné dans le verset, est-ce qu'il fait partie de ces maisons-là? Il dit oui, il fait partie et il est parmi les meilleurs de ces maisons. Bayt Ali et Fatima. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Wa min huna naqul wa nakhtim khutbatay al-jum'a naqul nahnu wara sanaduna haula. Thaqafatuna haula, dinuna wa madhhabuna haula. وعندما ننتمي إلى هؤلاء انتمينا إلى النور الحقيقي وخالق كل نور وهو النور النور في دعاء جوشن الكبير. تذكر مقطع من مقاطع دعاء جوشن الكبير, يا نور النور, يا نورا قبل كل نور, يا نورا بعد كل نور, من أجمل المقاطع في دعاء جوشن الكبير. نعم هو نور الأنوار الله سبحانه وتعالى, وكل نور ينتمي إلى نور الأنوار هو المخلد, ولذلك نور محمد وآل محمد يخلد بانتمائه إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك غافر الخطيئات, إنك ماح السيئات, إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.